اسطى طارق رشوان، احنا بنرحب بيك النهارده، وسمعنا ان انت راجل صاحب اختراعات وقدرت ان انت تعدل في عربيه موديل قديم وان انت هتعملها بالريموت كنترول. ممكن تشرح لنا الفكره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفكره بسيطه وسهله عن طريق ريموت اللي هو بتاع المستقل الطايب. بنجيبه بنعمل له توصيله على اللقطه، بنعمل له توصيله على البطاريه، استعمل الريموت. ممكن العربية واقفة واخدة ديار، انت بعيد عنها، مثلا عايز تجيبها لغاية عندك تدورها وانت بعيد عنها، تمام. فيك انك انت تتحكم، ودي تجربة. يعني العربية تمشي من غير سواق استطارق؟ تمشي بس الفترة معقولة، يعني الفترة معقولة، انت بعيد عنها مثلا بعشرة متر خمسة متر، وهي مثلا واقفة عدل واخدة غيار، ممكن تيجي معاك. ممكن عايز تدورها واخدة غيار، ممكن تكون رافعة لاند حطيت في مكانها، يعني لو سهى عليك او كده، تمام. ودي تجربة. اتفضل استطارق. عربية بارد هدورها تاني. طارق، احنا بنشكرك في جريدة اخبار الوادي الجديد، ونتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى لو عندك اختراعات تاني تتابعنا على طول. شكرا. اشكرك. شكرا.